السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل بيتابعنا دلوقتي على شاشة قناة النهار. دايما بيقولوا إن الخال والد، وبيقولوا كمان إن الزوج موجود والابن مفقود. الابن مولود لكن الأخ مفقود. هقول لكم بس كلمتين كده أو بيتين أنا كتبتهم لموقف شخصي يعني، فكتبتهم كده يا رب إن شاء الله يوصلوا لكم ويكونوا طبطبة على قلب كل حد فقد عزيز عنده، بالذات الأخ. بس أقولهم بلهجتي السعودية عشان أنا سعودية. جاله الخال والد، قلت أخوي زيادة عن الناس. جاله الصعايدة، قلبهم جامد. قلت أخوي كتلة من الحنية والإحساس. رحلت يا والد أبوي، رحلت يا والد أبوي أوام، ما قلت ليش. بس ده جدا ربنا، اللهم لا اعتراض، وادينا ها صابرة وما اشتكيش. خش بس الفرقة صعبة يا دهري وسندي، شريط حياتنا قدام عيني لم بيعدي. واقفة الصور قدامي صورة صورة، كأنها يا غالي في عقلي وقلبي محفورة. فاكر يا واد، فاكر يا واد لبس العيد، كنت جيف القمر باللبس الجديد. طب فاكر قسمة اللقمة بينا؟ طب فاكر الكلام اللي محدش عايفهمه غيرنا؟ يا قليل الكلام يا شقيقي، بس كلمتك مسموعة وسط الرجالة جنون. كبير المقام يا صغير السن، يا دخيرتي رفع بيك راسي وسط الخلايق والكون. عارف تليفوني لما يرن يقول لي ولدي ده خالي يم، يفط قلبي من فرحته لو شايلة جبال من الهم. أكلمك ساعة ولا ساعتين وأقول لك يا أخوي تعال الغدا جاهز، تقول لي بس يا بنت عاد أنا مش جاهز، كفاية رغي ونم. يا مليح الأخلاق والخلقة، يا خايل في خلقاتك، تلبس البدلة يا أبوي كأنك ضابط ولا وكيل النيابة، وتلبس الجلابية كأنك عمدة والعمودية لحد بابك جاتك. يقولوا في الشبه أنتي وأخوكي فولة وانقسمت نصين، يوم ما قالوا مت قلبي انقسم نصين، قلبي انقسم نصين. أشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت لكم بعد الفاصل علشان نكمل فقرات حلقتنا. الحياة لازم تستمر، والناس لازم تشتغل، والناس لازم تنجز. مفيش شك إن احنا كلنا هنموت، مفيش شك إن احنا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. العاقل اللي يحسب للموقف ده ألف حساب، ما يفوتش لحظة من عمره إلا ويجمع فيها من كل الخيرات، صلة رحم، بر والدين، إنفاق. أولى بينا إن احنا نجهز نفسنا لليوم ده، لأنه خلاص الموت أقرب ما يكون لينا، ما بقاش يفرق بين كبير وصغير ولا غني ولا فقير. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة بسيطة بس بإخلاص، نية ومن جوه قلبك كده، والحاجة الوحيدة اللي بيتمناها اللي أجله انتهى إنه يرجع الدنيا، يرجع الدنيا مرة تانية علشان يتصدق، علشان عرف كويس قوي أجر الصدقة عند ربنا سبحانه وتعالى. خلونا نرحب النهاردة بضيفنا اللي يعني وحشنا جدا في البرنامج بقاله كذا حلقة مفتقدينه، فضيلة الدكتور محمد العربي عضو المنظمة العالمية للأزهر الشريف. أهلا وسهلا مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك. نفتقد حضرتك والله في أنا حوا، وبحضرتك يعني بتشرف الحلقة. جزاكم الله خيرا يعني. جزاكم الله خيرا على وجودك. يمكن النهاردة هنتكلم عن محاور كتيرة جدا للإنفاق، وبالذات إحنا النهاردة بدأنا أولى الليالي العشر، نسأل الله إن شاء الله يتقبل منا كل صالح الأعمال فيها. فعايزين نبدأ أول حاجة إن إحنا إزاي في هذه العشر نتسابق إن إحنا نتصدق وننفق ونثقل الميزان حسنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب قلبي سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من ولاه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعني كما ذكر وقال وثبت عن سيدنا رسول الله أنه قال إن لله في أيام ظهركم لنفحات، يعني تأتينا النفحات يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام، ومن هذه النفحات
العشر الأيام الأول التي أقسم الله بها في مبتدأ سورة الفجر، فالله خالق كل شيء ويقسم الله بما شاء من خلقه، والفجر وليال عشر. ويأتي الحديث ليتحدث عن فضائل الأعمال في هذه العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة إجمالية يعني تؤكد أنه حقا أوتي جوامع الكلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من العشر. يعني الشاهد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام الصلاة فيها أو الصيام فيها أو الصدقة فيها أو الدعاء فيها، ولكن العمل الصالح. العمل الصالح يعني صدقة، يعني دعاء، يعني صلاة، يعني صيام، يعني قيام، يعني تسبيح، يعني ذكر. وفي نهاية الحديث يقول: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قالوا أن من مغرب اليوم السابق بدأ التكبير. التكبير المطلق. التكبير المطلق. يعني المطلق يعني في كل الأوقات. احنا عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. بعد الصلوات اللي هو التكبير المقيد، والتكبير المطلق اللي هو في أي لحظة من لحظات العشر الأوائل. طيب احنا ليه طبعا يفضل ويستحب يعني على سبيل الاستنان صيام التسعة أيام الأول؟ ليه احنا بنصوم التسعة أيام؟ ودي معلومة يعني مهمة، لأن في على السوشيال يعني ميديا مولانا ناس كتير منزلة حاجات عن فضل هذه، أن ده صيام سيدنا موسى وده صيام يعني نصحح المعلومة، لأن طبعا معلوماتي الكلام ده عار عن الصحة. يعني نصوم هذه الأيام يعني استنانا بهذه السنة المباركة والسنة الشريفة، وأيضا يعني لما جاء في يعني هذه الأشياء التي نراها على صفحات التواصل فيها من الصحة، يعني فيها من الصحة وفيها من فضائل الأعمال وفيها أيضا يعني إيه من الأعمال المستحبة. يعني سيدنا زكريا عليه السلام دعا ربه في هذه الأيام، يعني لما رأى هذه الفيضات عند السيدة مريم دعا ربه وقد بلغ به الكبر أن يرزقه الله الولد، فاستجاب الله له. لذلك الثلاث أيام الأول أيام دعاء، يعني أيام نجى الله فيها آدم، نجى الله فيها يونس، نجى الله وهب الله فيها لزكريا عليه السلام. أيضا يعني ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتحات ومن أعمال الخير في هذه الأيام. الثلاث أيام البقية الباقية، اليوم الثامن يوم التروية، قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل لما رأى في منامه أنه يذبح ابنه، قمة الابتلاء. ففكر في نفسه، ولذلك سمي هذا اليوم يوم التروية. في اليوم الثاني اللي هو اليوم التاسع عرف أن هذا وحي فسمي يوم عرفة. في اليوم الثالث هم بالذبح فسمي هذا اليوم يوم الجائزة ويوم السعادة ويوم النحر أو يوم العيد ويوم التضحية. طيب هذه الأيام إحنا واجب علينا أن إحنا نكثر فيها من أعمال الخير وعمل الصدقات. 240 ساعة، أغلى 240 ساعة في حياتنا. لازم نستغل هذه الساعات ونستثمر هذه الساعات في كل الأعمال، في الصلاة، في القيام، في الصدقة، في الإنفاق، في الدعاء، في كل عمل صالح، لأنها قد لا تعود علينا. افتقدنا أناس كانوا معنا في العام الماضي، نسأل الله لهم المغفرة ونسأل الله لهم الرحمة، ونسأل الله أن يثبتهم عند السؤال وأن يثقل موازينهم. أمين يا رب العالمين. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ليه اختار أنه يرجع العبد يرجع فقط ليتصدق؟ نعم، هذه الآية ختام سورة المنافقون. ربنا سبحانه وتعالى كما قلت يعني من قبل وأؤكد أنه عظم الإنفاق من أعظم القيم التي تحدث الله عنها في القرآن. 300 آية تتحدث عن الإنفاق، يتحدث الله عن شكله وعن مضمونه وعن هيئته وعن ضوابطه وعن أوقات استحبابه وعن وجوبه. يقول في آية ثانية: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي هذه الآية: وأنفقوا مما رزقناكم، يعني من كل ما رزقك الله به من نعمة لابد أن تخرج، حتى يعني لا يقصد بها الأموال فقط. الله أنعم عليك بالصحة، تستطيع أن تنفق من صحتك. سيدنا موسى عليه السلام جاد بمجهوده مع الفتاتين لما سقى لهما. يبقى هنا إذن كل نعمة أنعم الله عليك بها يجب عليك أن تنفق بجزء منها. إحنا عندنا طبعا النص القرآني يهدي الإنسان ويحاول أن يصحح ما يعني أخطأ ويخطئ فيه الإنسان. الإنفاق في القرآن ثلاث أنواع: إنفاق خيري، إنفاق استهلاكي، إنفاق استثماري. ثلاث أنواع. الإنفاق الخيري الذي يعني ينفقه الإنسان في سبيل الله، كل إنفاق يعني يجعله في سبيل الله صدقة، يعني تسقيف بيوت، آبار مياه، علاج مرضى، كفالة يتيم، تحفيظ قرآن، اسمه إنفاق خيري. إنفاق استهلاكي ما ينفقه الزوج على زوجته والوالد على أبنائه
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها، حتى اللقمة ترفعها في فم زوجتك. إذن هذا هو الإنفاق الاستهلاك. الإنفاق الاستثماري إنفاق كل الأموال المكتنزة، الناس اللي ما بتطلعش الزكاة بتاعتها، الناس اللي هي بتتغافل وتتناسى، والبعض منهم والكثير منهم يعمد يتعمد ألا يخرج زكاة الأموال. ربنا بيقول لهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لأن الله قد فرض على الأغنياء في أموالهم ما يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا إلا بما يصنع الأغنياء، ألا وإن الله لا يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الحقيقة المطلقة، فيقول ربي الأمنية الوحيدة لولا أخرتني إلى أجل بعيد، لا أجل قريب، لماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. وكأن الصدقة تدخلك في معية الصالحين، الصدقة تدخلك في معية المحسنين، الصدقة تدخلك في معية رب العالمين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا سيدة الكريمة، الحياة ليست لها قيمة، والله المتأمل الحياة ليست لها قيمة. لن ينفع زوج ولا زوجة ولا أخ ولا ابن ولا ابنة، ولن ينفعك إلا ما قدمت. كل سيتخلى عنك يوم القيامة، يوم ينشغل كل إنسان بنفسه ويقول نفسي نفسي، ولن يقف معك إلا العمل الصالح الذي قدمته والذي حرصت عليه في مثل هذه. والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، ولكن من أفضل الصدقة هي سقي الماء. نعم نعم. فإحنا عايزين نتحدث مع حضرتك النهاردة عن فضل سقي الماء، وإزاي إن هي من أفضل الأعمال وأحبها وإحنا في هذه الأيام الكريمة. نعم. سقي الماء يحس به ويشعر به الناس اللي هم يعني عافانا الله وإياكم أصحاب الابتلاءات، اللي عندهم أمراض يعني في الكبد، واللي عندهم أمراض السكر وما إلى ذلك، بيحسوا بمعنى المية وقيمة المية. فاقد النعمة بيحس بيها. ربنا سبحانه وتعالى لو لم يكن للماء من فضل ما جعل الخلق كله من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ربنا سبحانه وتعالى ينعم على أهل الجنة بأنهار تجري من تحتها الأنهار، يعني جنات تجري من تحتها الأنهار، زينة الجنة الأنهار. يا الله، مثل الجنة لما ربنا شوق الناس للجنة قال مثل الجنة، يعني الجنة الدنيا لا يوجد فيها شيء من الجنة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيمثل ويبسط ويشبه بأنهار الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذن الأنهار والماء وسقي الماء أعظم صدقات، أعظم الصدقات للكبار وللصغار، للأغنياء وللفقراء، للطير حتى وللحيوان. ده إحنا ثقافة الإسلام سابقة في الاهتمام بكل المخلوقات. وقصة الرجل الذي سقى كلبا ونزل البئر ونزع خفه، شوف تخيل البساطة وتخيل الحفظ على الثواب. فملأ خفه ثم وضع خفه في فمه ورقي حتى سقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. الله اللهم اغفر. يعني عمل بسيط، عمل بسيط قد يدخلك الجنة. أهم شيء النية، النية الصالحة والنية السابقة وحسن الظن بالله. يعني السيدة مريم عليه السلام لو لم تحسن الظن بالله ما خرجت إلى الناس بطفلها عيسى عليه السلام. سيدنا أيوب عليه السلام لو لم يحسن الظن بالله ما دعا وما توسل إلى رب العالمين. سيدنا يونس عليه السلام لو لم يحسن الظن إلى الله وبالله ما نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا رسول الله لو لم يحسن الظن بالله ما قال للصديق لا تحزن إن الله معنا. فالنفقة البسيطة والصدقة البسيطة التي يخرجها الإنسان بنية صادقة وتدخله، يعني تنزله منازل الصالحين ومنازل الصديقين. نعم، لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم. ما هو رحيق المختوم يا مولانا؟ نعم، يعني هنا الحديث ده له شاهد يعني عظيم جدا. أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، يبقى ده بيسوقنا لسؤال أفضل الصدقات. إيه أفضل صدقة؟ لو أنا مثلا وجدت إنسان على نهر جاري ويحتاج، هل أعطيه أقدم له الماء أم أقدم له الطعام أم أقدم له المال؟ أقدم له ما يحتاجه هو.
فإذا أعظم الصدقة ما يحتاج إليها المتصدق إليه. يعني مثلا في المستشفيات ماذا يحتاجون؟ يبقى شوف احنا ماذا إيه؟ يحتاجون في هذه الأيام العشر، الأيام الأول من ذي الحجة، ما يحتاج الفقراء؟ نشوف ما يحتاج الفقراء. أيما مسلم سقى مسلما على الظمأ، يبقى إذا ما يحتاج إليه سقاه الله من الرحيق المختوم، وهو الكوثر وهو الحوض الذي يقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويسقي بيديه تشريفا وتعظيما. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يشرفهم ويعظمهم الله ويعلي من قدرهم ويشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقى من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا بهذا العمل الصالح. خلينا أنا وإنتم نخرج لتقرير عن مجهودات جمعية البر والتقوى في هذا المنوال، وهو حفر الأبار. خلينا نشوف ونرجع لكم مع مولانا بعد الفاصل، خليكم معنا. أحبائي وأعزائي، مش قادر أقول لكم قد إيه الفرحة حقيقي إن إحنا قاعدين في المكان على ثلاث طرقات لثلاث مدن، وعربيات بتوقف صف كامل عشان الناس تنزل وتملى مية علشان تشرب وعلشان تدعي للحاجة فوزية والحاجة عبد الفتاح، الناس اللي عملت بير وسبحان الله ربنا اختار لها المكان دوت على الطريق وبيربط بلاد علشان الناس تشرب. تخيلوا ان انت بتسقي عطشان، يا الله تخيلوا قد ايه نعمة شرب المية. شرب المية بيمنع من المرض، كلنا عارفين شرب المية وسقيا الماء هي الخير كله اللي ربنا سبحانه وتعالى عملوا للعبد علشان يكون كرامة ليه. تخيلوا البئر بالمية بكل واحد بيشرب بيعود بالنفع على صاحبه بصلة رحم ببر أبناء برحمة للأموات والأحياء، بيكون خزين ليك. ممكن الإنسان ينتقل ويترك الدنيا، لكن بعد ما انتقل وساب الدنيا ساب المية الجارية الصدقة الجارية علشان يسقي زرع زي ما احنا شايفين، وانا بدأت وانا بسقي الزرع زي ما احنا شايفين ناس تيجي وتشرب من كل مكان من كل فج عميق، كل البلدان حوالين مننا فرحانين جدا جدا بهذا البئر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات من قاموا بحفره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي كل منفق خلفا، وأن كل واحد مننا أمهاتنا وأبهاتنا وستاتنا وإخواتنا وإخواتنا وإخواننا أن ربنا يرزقهم، وابدأ ولو بترمبة مية بير بعين واحدة أو بير بثلاث عيون زي ما احنا شايفين، كلما ازداد ملكك في الدنيا من فضل الله ازداد ملكك في الآخرة عند الله يوم القيامة. اوعى حد يبخل بشربة المية، عسى ان شربة المية دي هي تكون السبيل لدخول الجنة، هي السبيل لرضا الله. وبنشوف طيور اول ما جينا نقف نصور عصافير وهنا 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 واقفين علشان يشربوا من المية دي، كبد اي كبد انس او جن او نبات او حيوان، اي حد بيستفيد من شرب المية من شوية المية اللي احنا رشينا بيهم الزرع، كله في سبيل كله في ميزان الحسنات. أسأل الله أن يغفر لكم جميعا به، وأن يتلقاكم الله يوم القيامة بقبول الحسن، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في آبار. مش هننسى، عايزين الألف بير اللي احنا وعدنا فيهم في مؤسسة البر والتقوى، مش عايزين نقف، احنا عايزين لغاية ما يدخل رمضان في ناس ممكن تتواعد في المكان ده، في بير المية موجود، أهالي القرية يتجمعوا ويفطروا هنا ويشربوا من البير دوت. عايزين قبل كده وبعد كده يظل هذا الخير إلى أن تقوم الساعة،
يوم يبدل الله غير الأرض والسماوات. وإلى أن ألقاكم في خير دائم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد ما شفنا فعلا ازاي ان احنا حفر الابار وازاي نقدر نطلعها عن امواتنا وعن احيائنا في نفس الوقت تكون صدقة جارية زي ما تفضل مولانا وتحدث عنها. دلوقتي هنتكلم عن موضوع احنا طبعا دلوقتي داخلين على عيد الاضحى. يعني كل سنه وحضرتك طيب. في ناس كتير اتحرمت السنه دي من الحج وكانت مهيئه نفسها ومحضره فلوسها ان هي تطلع الحج، لما الحج عشان موضوع الكورونا يعني اتمنع السنه دي، هل هؤلاء الناس منعوا الثواب بتاع الحج ولا ممكن يستبدلوا هذا الامر بشيء يعني من الصدق؟ يعني هو احنا يعني ما بنقولش حرموا من الحج، نقول ان شاء الله يعني ربنا باذن الله يكتب لهم ثواب، يعني ما انتووه اللي هو ثواب الحج. يعني كل انسان كان مقدم اللي طلعت اسمائهم في القرعه يعني ربنا يكتب لهم ثواب الحج ان لم يتمكنوا من ادائها في العام المقبل باذن الله. طيب العمل البديل، العمل البديل ان انا نفقات الحج اللي هي كانت معدل الحج ازاي ادخل بها السعاده على كل من ينتظر السعاده. جبر الخواطر يعني عباده من افضل العبادات على الاطلاق. ما عبد الله بشيء افضل من جبر الخواطر. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في قصة سيدنا يوسف، وعلمنا في قصة سيدنا زيد بن حارثة، وعلمنا في قصة سيدنا موسى، وقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، قصص الأنبياء في القرآن. إزاي أدخل السعادة على الناس اللي هي منتظرة السعادة في هذه الأيام العشر الأيام الأول إحساسي بالفقير وبداية وبداية من اليوم الأول من أيام التشريق عيد الأضحى. إحنا بنسميها عيد الأضحى وبنسميها الأضحية لأن الوقت التشريعي بتاعها بداية تشريعها من وقت الضحى. نعم. علشان كده وقت الضحى ده له خاصية عندنا. احنا كل واحد فينا عليه يوميا 360 صدقة. كل واحد فينا عليه 360 صدقة. زكاة كل سلامة؟ طبعا يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فبكل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. نعم. الضحى بداية الأضحية، بداية التضحية. التضحية والأضحية سنة أبينا وجدنا ونبينا إبراهيم عليه السلام. لما امتثل ولما استجاب للتكليف الإلهي وهم أن يذبح إسماعيل عليه السلام فافتداه الله بكبش من كباش الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المحب لأمته والمشفق على أمته ضحى بكبشين أملحين، واحدا عن نفسه وآل بيته، والثاني عمن لم يضحي ومن لم يستطع من أمتي. طيب إذن يعني إحنا إزاي ندخل السعادة؟ جمعية البر والتقوى، ويعني التعاون مع من يساهم ويدخل السعادة على الناس من خلال صكوك الأضحية. الأضحية ثوابها عظيم. الأضحية تدخل فرحة وسعادة على المضحي، وسعادة أيضا على من يعني يستحق هذه الأضحية، وتقسم كما نعلم أثلاثا. تدخل سعادة على أهل البيت، وسعادة على الأقربين، وسعادة على الفقراء والمحتاجين. وشروطها يعني كما نعلم وكما ذكرت يعني أنها تكون سليمة من العيوب، سليمة من الآفات، وأيضا يعني يفضل ألا تكون من هذه الأغنام والحيوانات التي تأكل الجلالة، اللي هي الحيوانات اللي بتأكل عزكم الله من الفضلات ما ينفعش نذبحها، لازم تكون حلوة طبعا حتى لا نسيء إلى يعني من يأكلون هذه اللحوم. نعم. الأضحية كما قلت يعني من أعظم الثواب وسنة سنت لنا في هذه الأيام، وكما قلت يعني فيه ناس بتستناها من السنة للسنة، وفيها ثواب إطعام الطعام. ربنا امتدح مطعم الطعام في القرآن، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كم مسكين تدخل عليه السعادة، كم يتيم وكم فقير. أو ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الإطعام ساعة الجوع أفضل الصدقة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة شديد الجوع، أو في قراءة وفي أشد من الأيام اللي احنا فيها دلوقتي يا مولانا، أو أطعم في يوم ذي مسغبة. نعم. يعني أيام اللي هي صعبة، الأيام اللي احنا فيها ناس كثيرة يعني بتنتظر هذه الحاجة البسيطة. الناس ما بقتش تعرف شكل اللحمة، ما كان إن ناس كثير قوي تسرحت من شغلها، ناس كثير قوي توقف يعني مصدر رزقها في هذه الأيام، ما كان الحظر وما كان، فهل دوت يعني ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. هو الإحساس بالفقير وجبر الخواطر، وكما قلت اللي هو الإنفاق الخيري
الإنفاق الخيري في سبيل الله، لأنه النفقة دي بتدفع عنك بلاء، وتدفع عنك هم، وتدفع عنك غم، وتدفع عنك حزن. كل إنسان فينا مبتلى، كل الناس، ما فيش حد خالي من الابتلاء. طب إزاي ندفع الابتلاء؟ إزاي نخفف الابتلاء؟ قضاء الله لا يرد ولكن يخفف. يخفف إزاي بقى؟ يخفف بالصدقة، يخفف بالأضحية. ما عنديش استعداد ان انا اعمل اضحيه وصك اضحيه، في عندي لحوم صدقات، ولحوم الصدقات موجوده في البر والتقوى كمان. نعم، لحوم الصدقات. ولحوم الصدقات كمان ممكن يفطر عليها الفقراء يوم عرفات. الله. لان طبعا اصبحت عندنا سنه، يعني اعتقد يعني انه الشعب المصري يعني في معظمه بيصوم يوم عرفات. اصبح طقس اساسي انه يصوم يوم عرفات، فلحوم الصدقات بتساهم في افطار الصائم. من فطر صائما فله اجر صائم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني ذكاء النبوه وثقافه النبوه، ما قالش من فطر صائما في رمضان. قال لك من فطر عشان صائما عشان يفتحها في كل ايام وسع السنة. ولم يضيق ولم واطلق ولم يقيد. من فطر صائما فله اجر صائم من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. يبقى اذا انا ممكن ادخل السعاده في يوم عرفات، وادخل السعاده في ايام التشريق الثلاثه، وادخل السعاده لفقير ولمسكين واليتيم، وتبقى النيه ولو كان العمل قليل وبسيط. لان الله سبحانه وتعالى يعني ياتي يوم القيامه، يؤتى يوم القيامه بصحف مختمه أي مختومة، فتنصب بين يدي المولى سبحانه وتعالى، فيقول الله للملائكة اقبلوا هذه ولا تقبلوا هذه. وإيه ليه؟ فتقول الملائكة لماذا؟ لماذا؟ يقول لماذا؟ هذه أريد به وجهي، أريد بها وجهي، وهذه رياء. لم يرد بها وجهي. رياء والعزيز. يبقى إذن أن تنفق في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. يبقى إذن الإنفاق ضابطه الأساسي في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وكما قلت، أنت تتعامل مع الله، أنت تزكي نفسك، أنت ترفع من قدرك، أنت تمتثل لقدر الله، أنت تمتثل لكلام الله، أنت تحسن الظن بالله، أنت تتشبه بالأوائل من المتصدقين، وتتمنى أن تكون في صحبتهم وأن تكون في معيتهم، ومن قبل أن تكون في معية الله الذي وعدك فقال إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. محسنون. يعني كمان حديث السيدة عائشة اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم أخرج، هي أخرجت الشاه وبقي الكاتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكاتف من الشاه، فقالت أخرجنا يعني كله لم يبقى لنا إلا هذه. قال لها يا عائش لا، بل بقيت كلها ولم يعني بقيت كلها إلا كتف، إلا الكتف. يعني صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا دكتور محمد العربي، عضو المنظمة العالمية للأزهر الشريف، ولسه لنا حديث كمان على صكوك الأضحية إن شاء الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا، نفع المسلمين بما قلت. شكرا جزيلا مولانا. أنا خلصت الفقرة الخاصة النهاردة بجمعية البر والتقوى، اللي إن شاء الله كلنا نتبارى وإن شاء الله نخرج صدقتنا في هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأولى من ذو الحجة، حتى إن شاء الله ننول الثواب العظيم. خليني أخرج أنا وإنتم لفاصل ونرجع تاني مع فقرة هامة جدا، خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بعد الفاصل. الفقرة اللي كل الستات بيستنوها وبيسألونا دايما على الصفحة الخاصة بأنا حوا، وصفحة صفحة برضو بتاعت فيتارم جلوبل، وصفحات بتاعتنا على الفيسبوك لفيتارم جلوبل بتظهر على الشاشة. وياريت كلنا ناخد بالنا ان صفحات الفيسبوك الخاصة بفيتارم جلوبل هي الصفحات اللي احنا بننوه عنها من خلال برنامجنا أنا حوا، وكل البرامج اللي بتطلع فيها فقرات فيتارم جلوبل، علشان في ناس بتعمل فقرات مش بتعمل صفحات مش بتاعتنا، وده طبعا احنا مش مسؤولين عن المنتجات ديت، لان منتجاتنا كلها بتبقى صحية وآمنة. والنهاردة انا وانتم هنتكلم عن هذه يعني هنتكلم عن المنتجات ديت، بس نتكلم كمان عن انظمة كتيرة جدا من الرجيم الستات كلها بيقولوا لي عليها وبيعملوها، وما بنعرفش بقى بتفيدهم ولا ما بتفيدهمش. وهنسأل كل الاسئلة دلوقتي لضيفتي المنوراني الجميلة دكتورة هبة العوضي، اخصائية
عمليه التجميل والتغذيه والليزر. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بك يا ميوره، ازيك يا حبيبتي وحشتيني. وانت كمان وحشتيني جدا. بس احنا عايزين النهارده اسئله كتير جدا بتدور في دماغ كل حواء بدات تعمل دايت بعد، وبعدين احنا داخلين على العيد بقى. ماما بيستعدوا خايفين، فمش عارفه هيلحقوا يعملوا في العشر ايام دول مع الصيام. أكيد. في ناس كتير صايمين طبعا، مع الصيام ممكن ننزل شويه. اكيد طبعا. بس في انظمه دايت كتيره، في بقى الكيتو وفي الكيميائي. كيتو وميتو والحاجات الجديده اللي طلعت. ده انا الكيتو ده انا سمعت انه بياكلوا دهون بقى، يعني ده ينفع جدا في العيد مش كده؟ ينفع جدا في العيد. لا مش دهون، كربوهيدرات. كربوهيدرات. ما بياكلوش دهون، بياكلوا نوع واحد، بيعتمدوا كده يعني نظام. الاول احنا بنتكلم دلوقتي عن الكيتو. بصي انا ما حبيتش ادخل اكمله، يعني انا من مجرد بس كده حاجه كعنوان لي وبس، المبادئ او البيزكس اللي بيقوم عليها انا اتخضيت. انظمه الدايت اللي هي الكيتو والكيميائي كلها بتعتمد ان احنا ننزل في الوزن في وقت قصير جدا، ونعتمد على نوع او نوعين اكل. يعني اقول لك الاسبوع كله مثلا موز، الاسبوع كله فراخ. طبعا ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص، ده صحيا اساسا اثبتت الابحاث ان الكلام ده مش صح. ليه؟ لان بيمد النظام الدايت والكيميائي بيمد الجسم ب 100 سعر حراري بس في اليوم. طبعا ده ما يكفيش الجسم ان هو يقوم على نمط صحي سليم. تاني حاجه بيخليني ان انا محرومه من السكريات، ما هو بيحرم من السكريات. خلاص معظم انواع الدايت بتحرمنا من السكريات. وفي الحقيقه السكريات برضو حرمان الناس منها، حرمان من الطاقه على طول. السكريات مصدر الطاقه عندي. فانا لما برجع او بسيب الدايت برجع عندي نهم كبير قوي للسكريات عشان اعوض الطاقه اللي فقدتها، لان انا كنت محرومه من السكريات. فبرجع عندي نهم شديد جدا للاكل، فبزيد في الوزن، فافضل طالعه ونازله طالعه ونازله. وعشان الدايت في وقت قصير فالحرق بيتم على العضلات. تخيلي بقى ان الحرق بيتم على العضله، فبيحصل ايه؟ ضعف للعضله، العضله بتاعتي ما تقدرش تقوم بوظيفتها الصح. عشان كده بيحصل الترهل دكتوره هبه. ترهل والحرق بيقل. ليه؟ لان ايه اللي بيعمل حرق؟ العضله بتاعتي زي مثلا عضله السمانه مثلا، لما بتنقبض وتنبسط على الدهون هي اللي بتحرق الدهون اللي حواليها، فالعضله ضعفت. هتحرق ازاي؟ حاجات كتير قوي وحاجات سلبيه كتير من وراء انظمه الدايت. واكتر مرضى السمنه دلوقتي هم ضحايا الرجيم الغريبه دي. يدخلوا ويطلعوا ويطلعوا زي الدين، او بينزلوا جامد جدا جدا في وقت قصير. ده بقى بيحسسوا ان الرجيم ده هايل، لان هم بيلاقوا نفسهم فعلا نزلوا في الوزن. اصبري بقى شهر بعد ما بيسيبوا هو. بصي انا في مره سنه من السنين عملته، يعني اتخبطت في دماغي كده تقريبا من حوالي 20 سنه عملته. قلتي تجربيه بقى؟ والله رجعت بعد خسيت جامد جدا وفي وقت قليل. بس خلي بالك انه بيحرم الجسم من المغذيات والفيتامينز اللي انا محتاجاها، فدايما حاسه بصداع وخمول، خمول دوخه مش قادره، يعني مش قادره اجيب كوبايه الميه اللي قدامي. طبعا ده ما يصحش. برجع بعديه بعد ما اوقف الدايت برجع اتخن تاني، هموت، محرومه من الاكل، عايز اكل كل حاجه. الجسم عنده متطلبات كمان علشان يعوض العناصر اللي بيفقدها طول الفتره دي. مدارس انا ما بقى بصراحه ما بصنفهاش ان هي من الطرق العلاجيه الصح. لكن احنا عندنا كورس فيتارم جلوبال دلوقتي دخل في التصنيف الاول والمثالي والاصح كبديل لعمليات تكميم المعدة والشفط وأنظمة الدايت المختلفة الصحية، لأنه قدر أو بقى عنده القدرة إن هو يحقق المعادلة الصعبة اللي مريض السمنة عايزها. مريض السمنة اللي بيسمعنا دلوقتي هو محتاج إيه؟ أنا محتاج إني أخس في وقت مناسب، وفي نفس الوقت يكون الطريقة أو الأسلوب اللي هخس بيها صح، ما يتعبنيش، ما يأثرنيش، ما يأثرش على جسمي وعلى شعري وعلى بشرتي، ما يعملليش سيلولايت وترهل في الجلد، من الاخر ما يسببليش اي اثر جانبي. الاثار الجانبيه دي اكتر حاجه بتقلقنا جدا، جداً. لما يكون صداع. حد بياخد حتى ادويه ده يقول لك لا 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 اوعى الادويه غلط، صداع. الادويه ممكن تاثر عليك، الادويه بتجيب حاجات مش عارفه ايه. كل دوت احنا على فكره لما احنا نتكلم مش دايما نجيب لكم حد بجد جرب منتجات فيتارم جلوبال. انا دايما بحب كده على ارض الواقع نجيب نموذج بجد زي النموذج اللي معانا بعد اذنك يا دكتور هبه. معانا منى على الخط. السلام عليكم يا منى.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا منى؟ انت نايمه يا منى؟ اصحي يا منى. لا والله انا بس متضايقه عشانك والله ومتصله مخصوص عشانك الاول. ربنا يعزك يا منى. جزاك الله خيرا. تسلم يا حبيبتي. معلش. الحمد لله على كل حال. انا كنت عايزه اسال الدكتوره، انا متابعه، انا من عملائها يعني. ما انا عارفه. قالوا لي على الهواء. انا خسيت معاكي والحمد لله، ربنا يجازيكي كل خير. بس انا كمان يعني نزلت، بس مش عايزه اقول لك، مرعوبه من العيد طبعا. العيد كله عند رعب. لا يعني انا عارفه بنبقى متجمعين وكده، واللي هو انا خايفه ما اعرفش اعمل كنترول على نفسي، فصعبان عليا كل الكالوريز اللي نزلتها دي. صح. بلس كمان ان اختي عايزه تاخد الكورس، بس عماله تقول لي طب اخده قبل العيد ولا اخده بعد العيد، فانت تفيدينا بقى. ده هو مهم قوي قبل العيد. جدا قبل العيد. هي وزنها 94 كيلو وسنها 35 سنه، بس عندها سكر. عندها سكر. ما ده برضو دكتوره هبه هتتكلم عنه. اكيد. وانت نزلتي كام كيلو يا منى؟ انت بقى معانا نزلت 19 كيلو في شهر ونص. حلوة قوي. حلوة قوي. ممتازة. بس جسمي شكله اتغير، يعني انا كنت مليانة، يعني اللي يشوفني في الشكل اكتر من الوزن كمان. انت كنت يعني كام كيلو اصلا؟ كان كل جسمي فيه ديفوهات. فانا نزلت 19 كيلو، ممكن يكون رقم مش كبير جنب وزني لان انا 110. لكن شكلي كله اختلف. طبعا. لا طبعا كبير جدا. اللي بينزل في الوزن والمقاس. ما شاء الله. انت لازم تكملي يعني بقى، وربنا يستر من العيد فعلا. سوري، كان عندي مشكله كمان في الصدر والكتاف، ودي كنت بعمل ريجيمات قد كده، واي دايت بنزل في جسمي كله الا المنطقه دي. فانا اصلا مش عايزه انزل غير من المنطقه دي. احنا عندنا كمان انت عارفه حبايه الحبايه اللي بتنحت متراكم فيها الدهون. ما هي دكتوره هبه يمكن لو سمعتيها، في حبايه اللي هي بتنحت قوي. دي فظيعه. انت كنت بتستعمليها في الكورس مش كده؟ فعلا. لا الكورس هايل بصراحه، وانا بشكركم، ربنا يجازيكم كل خير، ويا ريت تفيديني، ويا ريت تطمني اختي برضو لاني قاعده جنبي هتتجنن. فجزاك الله خير. تسلمي. ومبسوطه جدا اني كلمت حضرتك يا استاذه ميار. تسلمي يا، كل سنه وانت طيبه وكل الناس طيبين يا رب، وسلمينا على اختك. ودكتوره هبه فعلا الموضوع راعب الناس جدا، يعني كل الناس هتتجمع وفته ولحوم، واحنا شعب اكول اساسا. شعب شرقي. لا وبيبقى حلو، احنا كلنا طالعين من حظر وعايزين نقابل بعض. عايزين نقابل بعض، ولازم الاكل بقى ايه يظبط لنا. محدش يعني محدش حس رحمنا شويه من ولا حد اتحرك. وكانش عندنا نفس اصلا ان احنا نعمل حاجه. هو اساسا عيد بعد. لا بالعكس، احنا كنا بناكل طول رمضان، وفي العيد ده احنا كنا بناكل الاسماك والناس تاكل فحم. حتى البسكوت مش زي كل سنه برضو، علشان ما فيش حد كان بيتقال. لا لا طبعا. طب هي دلوقتي سؤال اللي هي قالته لنا دكتوره هبه، ان هي عايزه هي تاخد اختها تاخد الكورس، وهي مرعوبه من العيد. طبعا. ماشي بالظبط كده. الكورسات عندنا لو هي اخذت من اول النهارده، من اول النهارده وقدامنا 8 ايام، الكورس عندنا بيخس بمعادل 5 كيلو اسبوعيا. تمام. ساعات 4 على حسب استجابه الجسم. يعني لو هي بدات، وخصوصا لو اخذت الكورس الحارق، وتسال عليه دكتور التغذيه اللي هيرد عليها. الكورس الحارق. الحارق. اسمعوا يا جماعه، عشان برضو البنات اللي بتسالني على اللي بتدخلي على الانبوكس بتقولي انا عايزه الكورس اللي الحارق. يعني الحارق. هو في نوعين كورس يا دكتور؟ طبعا. الحارق والتاني ايه؟ احنا هو نوعين بس. انا هحكي كتير. ما شاء الله ما شاء الله. لا انا هتكلم على الكورسات دي. احنا كمان منزلين عشان العيد لاصحاب الاوزان اللي عايزين يخسوا اوزان بسيطه، اللي عايزين يحافظوا على وزنهم زي منى، والناس الاصحاب الاوزان اللي فوق ال 100 اللي هو الاوفر ويت، اللي عندهم فرط سمنه. تمام. عندنا نازلين بالكورس الواحد وبالعرض الاحادي والثنائي والثلاثي. ايه الاحادي والثنائي والثلاثي بقى؟ عشان هقول بيشوف. انا هقول العرض الاحادي عباره عن كورس مكون من كبسول ونقط واعشاب، وهنتكلم عليها برضو سريعا بعد ما نشرح العرض. كورس كبسول ونقط واعشاب، وعليهم 1 جرين بيرن، ده مشروب الحارق اللي مع النقط اللي انت لسه كنت قايله ان هو اللي بينحف القوام. تمام. بينحت. بينحفه وبينحته، بصي بيعمله ريشيبنج، بيظبط لي جسمي تاني. تمام. خلاص. عليها 1 جرين ايه بيرن. وعليها هديتين من 4. هما 4. بصي انا مش عارفه اقول بصراحه، مش قادره اقول. يعني هو خصم 50%. الكورس عباره عن كبسول ونقط واعشاب، وعليهم علبتين جرين بيرن، وعليهم علبه جرين بيرن، وعليهم علبتين من الايه
من الاربع، يا اما فيتامين سي عشان المناعه ويعززه لي، يا اما اللاكتوفيرين ده عشان يزود لي الحديد في الدم ويعالج لي الانيميا، يا اما الكريم بتاع اللي بيجدد لي كولاجين البشره ويديني نضاره، يا اما الكريم اللي بيحارب السيلولايت وخطوط التمدد اللي بتظهر اثناء فتره انقاص الوزن اللي الناس كلها بتعاني. خلاص ادي الكرسي الاحاسي. طب الكرسي الثنائي عباره عن كرس وعليه كرسي كمان، يعني علبتين كبسول وعلبتين نقط وعلبتين اعشاب وعليهم 2 جرين بيرن اللي هو مشروب الحارق، تمام؟ وعليهم برضو هديتين من الاربعه اللي احنا قلناهم. تمام. بيختاروها على حسب، احنا عملنا تنوع في الهديه. يعني في واحد عايز، لا عايز يزود مناعته، في واحده ست عايزه تحسن بشرتها على العيد، في واحده تانية عندها شويه سيلولايت، كل واحد بيختار الهديه المناسبه لحالته. اما الكرسي الثلاثي دول بقى اصحاب ايه؟ الاوزان العاليه والاوزان اللي فوق ال 100، ومش بس كده، الناس اللي عايزه تستفاد من خصم الثلاثي وتقسم مع مامتها او اختها او صديقتها الكرسي الثلاثي، هو بيبقى 3 كورسات مع بعض وعليها 3 جرين بيرن اللي هو المشروب الحارق، وعليها هديتين من الاربعه اللي قلنا عليهم. اللي هو الكرسي الثلاثي ده اللي احنا ايوه، والخصم 50% والشحن مجانا لجميع المحافظات، وطبعا المتابعه مجانا يوميا على مدار اليوم وعلى مدار الاسبوع، بتتصلي حتى لو على الاقل مكالمه واحده في الاسبوع نعرف منك ظبطتي الكرسي بتاعك ازاي ووصلتي الوزن ايه، ماشي معاكي كويس على مدار ال 24 ساعه. 24 ساعه في فريق متكامل من دكاتره الاغذيه اللي بيردوا، عشان احنا عارفين اللي هيتصل اكيد عنده دروب في حاجه، ممكن لخبط في حاجه، في ميعاد دواء، عنده مناسبه، طب انا ازود الجرعه ولا لا؟ فاحنا منزلين جميع الكورسات بتناسب لجميع الاوزان وجميع الحالات الصحيه، ده مش كورس واحد. لو سمعتي منى كانت بتقول ان اختها ده سكر. بالظبط كده. فهل في، اما الناس برضه بتقول يعني في حالات عندنا تنفع للسكر وللقلب بالظبط كده، لمرضى واصحاب الضغط العالي واصحاب قصور الكلى والكبد. طبعا احنا بنظبط تركيز ونوع الماده اللي موجوده في الكبسوله على حسب الحاله الصحيه، مش انا بقول، انا باخد منك مجموعه من الداتا بدخلهم الكمبيوتر، الكمبيوتر بيطلع لي بينزل لي الكورس المرشح المناسب. طبعا الداتا دي بسال عن سنها ووزنها وطولها كام، اللايف ستايل عندها، اهم حاجه بقى عندها مشاكل صحيه ايه، بتاخدي ايه ادويه، انت تبعتي اي اساليب ريجيم قبل كده، طب في ايه الاساليب اللي انت فشلتي فيها، لازم اعرف لو مطلوب تحليل لازم، يعني او حسيت ان في المشكله بتاعتها محتاجه تحليل بطلبه منها، وبرده بتعمله وبتقوله لي او بتصوره لي تبعته لي على الواتساب. بصي احنا بنتواصل معاهم كانها بالظبط في عياده تغذيه علاجيه، من غير هم قاعدين في البيت بيتكلموا في التليفون، بيشوفوا الارقام اللي نازله على الشاشه، بيدخلوا الصفحات والارقام بتبقى اوقع واحسن. الصفحات لو سمحتوا، الصفحات ارجوكوا نزلوها. وكمان يا جماعه كل حد يقول لي يا مره اديني الرقم، يا جماعه والله الرقم موجود على الشاشه، الرقم صوروه بالموبايل، صوروه بالموبايل. ادي الصفحات بتاعتنا بتاعت الفيسبوك، فيتارم جلوبال على الفيسبوك، 3 صفحات، 3 صفحات لو سمحتوا، فيتارم جلوبال بالانجليزي وفيتارم جلوبال بالعربي، وتخسيس ورشاقه. يا ريت بس ايه، ممكن نتعامل احسن بالارقام عشان بتبقى في صفحات مقلده، فاللي هو الاوقع الارقام التليفونات اللي بتنزل بيرد عليك دكتور التغذيه، ده اللي هيديك المنتج الاصلي. المنتج الاصلي ما بيصرفش الا من خلال ارقام التليفونات اللي بتنزل على الشاشه، تمام؟ هتقدر انت بتقولي مشكلتك، عايزه تنزلي وزن ايه في مده ايه، هيرشح لك سواء الكرسي الاحادي، الكرسي الثنائي، الكرسي الثلاثي. بعد ما بياخد الداتا، بعد ما ياخد الداتا ويدخلها الكمبيوتر عشان يطلع مش محتاجة المنتج الصح. وده والله احنا بننفرد بيه في فيتامين. طبعا، ايوه طبعا، احنا قلنا في كورسات عندنا لعلاج السمنه الموضعيه، الناس مرضى السكر ومرضى الضغط والقلب، الناس اللي عندهم مشكله في شهيه عاليه، بس انا عندي حرق حلو قوي بس مشكلتي شهيه عاليه. معظمها في الشباب بيبقى حرقه كويس بس مفتوحه نفسهم على الجانك فود وفي الخروجات والحاجات كدا. دي بالظبط كده. بس في ناس طبيعي يقول انا بحب السكريات، واحد تاني يقول انا يعني نايم طول النهار وباكل بالليل، باكل بالليل، يعني انا وظيفتي ان انا نايم، انا بسهر بالليل، زي مثلا موظف امن بسهر بالليل، فبياكل طول الليل، والغده الدرقيه بتبقى خامله بالليل المسؤوله عن الحرق طبعا. فلازم اديله سبورت، لازم اديله ماده كلها حوارق تحرق له كميه الاكل، لان مفيش معدل حرق، معدل الحرق نايم، ميكانه الحرق متوقفه بالليل. يا دكتور هبه، انا يعني شفت البنات بيقولوا لي حاجه والستات بيقولوا لي احنا طول الليل دلوقتي
بتبقى اجازات والدنيا بيس كده، فبيصحوا الساعه 6 بالليل و5 بالليل عشان اجازه الصيف، مفيش بقى حاجه يصحوا لها ويفضلوا قاعدين لحد الساعه 8 بقى ياكلوا بقى ويلقطوا وطول الليل بقى شيبس وشوكولاته، وخصوصا الشباب شيبس وشوكولاته وحاجات وسكريات، كل ده عمال سعرات حراريه عماله تتخزن وبتتحول في دهون متراكمه في جسمك. طب احنا هنعمل ايه؟ مش هنقدر يعني، هتنزل بالليل تنزل جيم. احنا قلنا ان فيتارم جلوبال بتحقق المعادله الصعبه ليه؟ لان مريض السمن عايز يخس ومش عايز حد يقول له اقفل بقك، يعني ما تقوليش اتحرم من نوع من الاكل، وفي نفس الوقت انا مش قادر اقوم بتمارين رياضيه شاقه، ما انا برضو بخاطب فئه من الناس مش عندهم الجهد ولا الـ 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 يعني القدره حتى البدنيه، في فئه مش قادره عندها خشونه في المفاصل، مشاكل في العمود الفقري، ما اقدرش اقول الوزن ده انا اقدر اشيل الوزن ده واصلي بيه، يبقى لازم انا اسنده ازاي؟ ان انا اديله حاجه زي النقط، حاجه زي كبسوله اللي بتنحف لي القوام، تقدر تشغل لي عندي عنده مصنع الحرق، لازم اشغله عنده. ثانيا الناس اللي عندهم شهيه عاليه، لا، لما بياخد كبسوله سد الشهيه اللي هي بديله لتكميم المعده، الكبسوله من اول يوم بتقفل لي الشهيه تماما، بتخليني حاسه بحاله من الشبع وامتلاء في معدتي، يا دوب بس لما اكل حاجات بسيطه، ما يبقاش عندي نهم للاكل طول النهار. طب ليه بقى بيشتغل على مراكز الشبع في مستحيل. ولا مستحيل. احنا مالناش كده؟ الأدوية بتاعت زمان اللي كان فيها سيبوترامين والحاجات دي والإفيدرين والحاجات المضروبة واللي اتمنعت دوليا، بس في بعض الصيدليات لسه بتتداولها الحاجات دي، احنا قلنا ان هي تسبب مشكلة كبيرة جدا، واقل اقل المشاكل ان هي ما بتخليكيش تعرفي تنامي، تسبب توتر وصداع، دي اقل المشاكل، انهيار غير الرعشة اللي بتعملها. لا، احنا كل المواد او المواد الفعالة اللي موجودة في الكبسولات سواء النقط او الكبسولات كلها مواد طبيعية 100%. دي خلاصة بذور أعشاب طبيعية نادرة بتنمو في جنوب شرق آسيا. طب الأعشاب دي هي أي أعشاب؟ لا، الأعشاب دي من طبيعتها إن هي لما بتتشرب مع مية وتنزل في المية بتاعت المعدة بتنفش لي، بتعمل لي هيئة جل. الجل ده بيقفل لي 80% من المعدة ويفضل في المعدة مدة لا تقل عن 12 ل 14 ساعة. أنا ضمنت إن ليه هضمها بطيء، ودي حاجة حلوة قوي. أعشاب ألياف موجودة في معدتي تمام وموجوده مده 12 ل 14 ساعه، ضمن ان انا حاسه بحاله شبع المده دي كلها. ده ولا واحد كل 3 4 ساعات مش هفضل اخطف، مش هفضل اخطف، فدي حاجه حلوه قوي. يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم على اخر الشهر انا بستقبل كل يوم كميه بسيطه جدا من الاكل، هلاقي في اخر الشهر معدتي صغرت، بتقفل على كميه الاكل، يبقى انا ربيت معدتي وهذبتها ان هي تبقى صغيره بعد ما كانت كبيره وانا بوظتها. دي عشان كده قلنا كبسوله تكميم المعده، وطبعا بجانب كبسوله تنحيف القوام بنديها مع الحاله لو هي محتاجه لكده، لو في ناس عندها يعني سمنه موضعيه الكبسوله دي بتفضل تشمشم كده على الدهون البيضاء المتماسكه العنيده اللي اتربت بقالها سنين، وبصي بقى عارفه اللي موجوده داخل الثنايات والتكتلات دي، الكبسوله دي بتوصل لاصعب الدهون. مغناطيس الدكتور هشام قال لي تدخل تكسرها وتدور على خلايا الام تكسرها، فده بتمنع ان انا اكون دهون مره ثانيه. كل دي من كورسات فيتارم جلوبال، وهي نازله عشان خاطر العيد ونلحق. والكورسات يا جماعه الناس اللي هتاخد الكورسات وهتبدا فيها من اول النهارده ما تسيبهاش في العيد، وكل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه نلتزم اذا قدرتوا تاكلوا كله، بس نلتزم ان يكون الاكل في الفترات الصباحيه عشان نضمن ان الغدة الدرقية شغالة. الكورسات سهلة جدا، وانت يعني هتظبط بس المواعيد من اول يوم، هتحس بالشبع، ما تحس بالشبع اول يوم هيبقى عندك انك انت النفس والامل انك انت تكمل، لما هتلاقي نفسك شبعان، ودي حاجة بصراحة صعب ان اي حد يوصل لها. انا يدوقوا يعني جداً. كل حاجة دوقوا منها، مش لازم ناكل بكميات. بالظبط كده. وده عندك الكورس الاحادي، حتى تجرب الكورس الاحادي، الكورس الاحادي معاه علبة كبسول وعلبة نقط وعلبة اعشاب وعلبة جرين بيرن، ده مشروب جميل جدا بديل للشاي والقهوة. ده ناخده كم مرة يا دكتور هبة؟ ممكن ناخده كم مرة؟ مرتين، مرة في العصرية ومرة بالليل، بس حلو قوي. والصبح كمان، الناس اللي مش حابه مثلا يعني يشربوا حاجه بالليل او كده، ممكن على الصبح بعد الفطار، المشروب ده جميل جدا. بصي عارفه هو طعمه حلو وبطعم القهوه وفي نفس الوقت حارق، فيه حوارق.
الكورس الثنائي معاه علبتين كبسول وعلبتين نقط وعلبتين اعشاب ومعاه علبتين جرين بيرن وعليهم هديتين من اربع هدايا اللي قلنا عليهم. الكورس الثلاثي ثلاثه نقط وثلاثه اعشاب وثلاثه كبسول وعليهم ثلاثه علب جرين بيرن وبرده هديتين. انا بس عايزه اقول ان الكورس الاحادي بيخسس باذن الله من 10 ل 15 كيلو في الشهر. واو ممتاز. حلو جدا لو مشيت والله على التعليمات وعلى ميعاد الكبسوله ونقط الاعشاب بيخسس من 10 ل 15 كيلو. اما الكورس الثنائي فبيبقى اكتر من 20 ل 25 كيلو في الشهرين، بيكفي شهرين. ولو انت عايزه كورس واحد وتقسمي مع صاحبتك ممكن تاخدي الكورسين، بس لازم برضو يتصلوا بالارقام، لازم يقولوا للدكتور اللي هيرتب. طبعا عشان يوصف لهم، عشان ما تقولش هي ما تبقاش هي تاخد حاجه وتدي تنصح بيها بقى صاحبتها. بالظبط كده. طبعا والشحن مجانا لجميع الكورسات دي، المتابعه مجانا، وهيصرف كمان نظام غذائي مع الكورسات مناسب لكل حاله. دكتوره هبه، النهارده قلنا للناس ازاي يهربوا من انظمه الدايت المضره، وكمان الاوفرز اللي انتم بتقدموها النهارده جميله جدا وعليها تخفيض، وبنحمس الناس ان هم يبتدوا في مشوار التخسيس ومشوار تكميم المعده من بدري قبل دخله العيد. فان شاء الله يعني كلنا نبقى بصحه وسعاده ونبقى في جسم رشيق ونفسيه حلوه، لان يعني الست لما بتلاقي نفسها جسمها مظبوط ولبسها مظبوط بتبقى نفسيتها حلوه جدا. بس مش الست بس، الرجاله كمان طبعا. دكتوره هبه العوضي اخصائي التغذيه والتجميل والليزر، شكرا جزيلا، نورتيني حبيبتي. تحبتيني ونورتيني حبيبتي. تسلمي لي. انا النهارده وصلت لنهايه فقرات برنامجي انا حواء. يمكن معلش اسفل البدايه كانت شويه يعني حزينه شويه، لكن انا بتمنى لكم كلكم الصحه والسعاده، واوصيكم ونفسي بتقوى الله في هذه الايام العشر المباركات، عادها الله علينا وعليكم وعلى كل الناس بالخير واليمن، وربنا يبلغنا ان شاء الله يوم عرفه كلنا مع بعض لا فاقدين ولا مفقودين. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير وسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.